حرمي تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نتواصل في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والحدث الأبرز من نوع الذي يقام هنا في عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة الذي يحتضن هذا الكرنفال الكبير، لناتي في أول أيامه وانطلاقة سن الحجايج في فترته الصباحية والخاص بهذه النجوم الرائعة، لتعلن انطلاقة جديدة وانطلاقة رابع أشواطنا لهذا اليوم. وهناك جائزة السيارة للفائز بالمركز الأول، مباشرة مع ملفت اللي في الصدارة عبد الهادي بن محمد بن راشد بن شابل المري، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز، هناك دخول من شاهين حمد بن الدحب بن قنزول العامري، هو من يأتي بالمركز الثاني. انتقل مباشرة إلى ثالث المراكز ليجد هناك الأسد سعيد بن محمد بالعضيل العامري، بينما المركز الرابع الوصول هناك في رابع المراكز ليأتي صغان مسري بن سالم العرطي الحميري، مقدم هنا السلالة الصغانية على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات على خامس المراكز، والمنطلق هناك من خلال هذه المنافسة ما شاء الله الجساسي وصل صالح بن شهيبة بن صالح المزروعي ليتواصل في هذا الانطلاق. المنافسة من أجل السيارة، لدينا 10 سيارات في الأشواط الأولى، ومن ثم نبدأ في الأشواط النقدية من خلال 30 شوط المندفعة هنا في عاصمة الميادين. انطلق مباشرة إلى مصيحان حمد سالم بن علي بن جهويل المري اللي وصل في هذه اللحظات، ولكن الله شوفوا من القادم هنا، والمنطلق هملول محمد بن مبارك البريدي الهاجري، ولكن يا سلام هنا الصيرمي وصل الصيرمي في هذه اللحظات. المنطلق من خلالي تواجد ناصر بن صالح بن طرشوم العامري من خلال المنافسة القوية. لنا العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، شاهين حمد بن الدحبة بن قنزول العامري هو من يتواصل في الزاوية اليمنى هناك، وينتقل من مركز إلى آخر باحثا عن سيارتي وناموسي هذا الشوط. ولكن هنا الضيف العزيز القادم من دولة قطر الشقيقة يتواصل مصيحان حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري، المنطلق من خلالي تواجد هذه المنافسة. وصل الصيرمي كما عودنا دائما وابدا في المنافسة القوية، والانتقال من مركز الاخر للبحث عن الناموس والزعفران وسيارة هذا الشوط. ناصر بن صالح بن طرشوم العامري القادم في هذا الانطلاق، وصل هنا مسري بسالم بالعرط الحميري مقدما انطلاقة صغانية من خلال تواجد هذه السلالة التي تعلق معها مسري بسالم بالعرط الحميري، ولكن بالشيبة وصل المزروعي ليقدم الجساسي في هذه اللحظات. صالح بن الشيبة بن صالح المزروع المنطلق والباحث عن ناموسي هذا الشوط. دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير، دخلنا أجواء هذا الكيلو، بدأت السرعة وبدأت الشعارات أيضا تقدم من المناطق الخلفية، البحث عن الناموس، البحث عن الفوز، عن الانتصار. يا سلام الجساسي بدأ ينطلق. صالح بن الشيبة المزروعي يتواجد ليغير إلى المركز الأول وينطلق هناك. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، انتقل مباشرة مع مصيحان حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري، ولكن شوفوا ولده هنا من القادم، شاهين مظفر بن محمد بن خموش العامري العملاق العيناوي وصل في هذه اللحظات، ولكن بن دحروي من الجانب الاخر ينطلق من خلال تواجد هذا الشعار. هناك المركز الخامس لياتي في هذه اللحظات، نسناس عبد الله بن حمد بن سعيد المري وصل في هذه اللحظات. الله 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 الله، اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، الانطلاق مع الجساسي بدا ينطلق هناك. صالح بن الشيبة بن صالح المزروع يا سلام بدأ ينطلق هناك مع المركز الأول، غادر بسيارة هذا الشوط، غادر بهذه الانطلاقة
فارق الامتار الاخيره. روح مع الصداره مع المركز الاول هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر. ولكن الله الله صالح بن الشيبه بن صالح المزروعي بدا ينفرد بدا ينطلق هناك مع المركز الاول. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل ولحظاتي الوصول. صالح بن الشيبه بن صالح المزروعي المركز الثاني وصل هناك. مشاهدينا الاعزاء نسناس عبد الله بن حمد بن مشيط المري المركز الثالث. شاهين هناك مظفر بن حمد الخموش العامري المركز الرابع. كان دخول مزعل محمد بن سعيد بن رخيت بن محمد الشامسي. بينما هناك المركز الخامس وصول رائع وجميل من خلال تواجد هذه الاسماء. هناك وصل الباز حميد بن عمر بن رخيت المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لحظات الإعادة بالتوقيت الزمني. رابع سياراتي هذا الصباح تذهب هناك مع الجساسي لصالح بن الشيبة بن صالح المزروعي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام لحظات الإعادة من الزميل والمخرج أسامة الهواري يأتي هنا بهذه الإعادة وباندفاع رائع وجميل. مشاهدينا الأعزاء من خلال تواجد هذا الانطلاق الرائع والجميل لحظات الوصول. ما شاء الله التوقيت الأفضل يعتبر هنا في فترتنا الصباحية 6 دقائق وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس وسلام يا أبو سمرة سلام على هذا الأداء الرائع والجميل. بينما المركز الثاني وصل نسناس قدم عرض رائع وجميل. اهالي الباهي يستاهلون التحيه والسلام من خلال تواجد عبد الله بن حمد بن مشيط المري من قدم نسناس هنا بايضا انطلاق رائع وجميل وقطع المسافه في 6 دقائق 4 ثواني 3 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما حل في المركز الثالث العملاق العناوي قدم شاهين مظفر بن محمد بن خموش العامري ليكون يقطع المسافة في 6 دقائق 4 ثواني و6 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.